كان صلى الله عليه وسلم يستحب إذا أفطر أن يفطر على لبن. ورد في الإفطار، إفطار النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث على التمر، على الرطب، على الماء، على اللبن، وترتيبه الرطب، فإن لم يجد التمر، فإن لم يجد اللبن، فإن لم يجد فالماء. اللبن يعني مختلفين، هل هو اللبن الذي هو اللبن أم هو الذي هو الرائب الذي يكون مع الماء؟ كلاهما لبن، أيا حصل فنعمة. نعم.